pull up my الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قل إن الصلاة والسلام والإحياء يومات لله رب العالمين لا شيء له بذلك I'm gonna push that cord about the way. Yeah. Shukran, appreciate it. Thank you. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahman Ar-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب به
بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم أنت السلام ومنك السلام اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم الحمد لله الحمد الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما قبلك والخاتم أصبر ناصر لحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آل حق قدره وقدره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mana ada orang?
sa tay ñun dañuy yokk de gem sax da ka yokk ñoo am ñetti imam ci tay gem sax da ko yokk sa da ko yokk sa bi di bëgg tari ci lay ñi ngi ci laaj tende da na lo do ba am problème kess Allahu akbar الله 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 السلام Yeah,
عندنا الشر يا سو ما السنه جاي الجنة سلورة في الريف أصلاك قائمة تروي صلاة سنة الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو مسرف إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من
نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك هو الفوز المبين. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك هو الفوز المبين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم بسم الله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين
وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما كسبت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم تسلم ما إنا Welcome to, is this, what night is it today? 22nd? Yeah, night 22nd, alhamdulillah. Second night in the last 10 nights, inshallah. We are reading Surah Az-Zumar. Surah has a lot of verses that talk about Allah subhanahu wa ta'ala in different ways. And I want to speak about one verse, I think, which is an important verse that we all, every Muslim has to know for themselves and for those around them. And it's maybe the strongest verse in terms of invoking the hope and the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala says, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Tell them, O my servants, who are drowning in their wrong. Do not lose hope in the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. Never lose hope in the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. Indeed, Allah forgives all sins. Indeed, He is the ever forgiving, the all merciful. Right? I want to share some thoughts on this verse. Sayyidina Ibn Abbas, the great scholar from the companions, he says, when you read the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala invites the polytheists to turn back to Allah, right? And Allah subhanahu wa ta'ala invites the people of the book who rejected Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam to turn back to Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah subhanahu wa ta'ala invites the grave sinners to turn back to Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala said, Musa told him, go invite who? Invite who? Invite Pharaoh. Invite him to turn back to Allah subhanahu wa ta'ala and repent to Allah subhanahu wa ta'ala. And so, he says, whoever turns anyone away from the mercy of Allah has gone against the very foundation of Quran. Whoever makes anyone else feel like they've lost chance of coming back to Allah, no matter how bad they've been, has broken with the foundation of Quran. When Allah sends Musa, and says, Musa, tell Fir'aun a few kind words, then maybe he'll turn back to Allah, and لَعَلَّهُ يَتَزَكَّى. He might purify himself. He might repent. So who are we to turn anyone else away from Allah subhanahu wa ta'ala? Who are we to tell anyone else that you're doomed? You're going to hellfire. And whoever does that has really does not get the Quran. The whole message of Quran, inviting everyone to turn back to Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah says in this verse, O my servants, الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. Anyone know what israf means? Maybe you hear the word in a different context. What is israf? What is israf? Extravagance. Extravagance, being wasteful,
And israf means like, just like going so far. So like if you're spending, you're musaf and you're extravagant. You're just spending too much. And in this context, someone has just gone overboard. Just totally gone overboard in whatever wrong they're engaged in. Whatever sin, whatever problem they have in their life, they've just gone so far away. Allah says, even those, do not lose hope. We don't lose hope. And we don't lose hope because of who Allah subhanahu wa ta'ala is. Ar-Rahman Ar-Rahim, right? We don't lose hope, not because of me, myself, or I deserve it, or anything like that, but because Allah subhanahu wa ta'ala. Right? And a person who believes in the great mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, the infinite mercy of Allah, always understands that you can never lose hope. And that's the biggest sin, is when I say that's it, there's no hope. For myself, or I say to someone else, there's no hope. You always have to have that. No matter how bad I've done, no matter how bad something I did, by my own standards, or by other standards, no matter how bad I feel by myself, I can never feel that there isn't a chance. Or feel that there isn't the hope and mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. Right? And this is something we take, once, you know, the Prophet Yusuf, alayhi salam, Prophet, his father, Prophet, when he sent his kids to go look for Yusuf, alayhi salam. You remember? He tells them, go and look for Yusuf. اِذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسِفَ وَأَخِيهِ. Go and look for Yusuf and his brother. Yusuf at this time, it had been almost 30 years since he'd seen Yusuf. Since he'd ever heard of anything about Yusuf. But he still had this like thread of hope. He still had this hope. I won't say a thread of hope. He had this clear hope. And he says to his kids, his sons, he says, فَإِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. No one loses hope in the soothing mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, except those who don't believe in Allah. إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. When you believe in Allah, you believe that in the mercy of Allah. You believe the mercy of Allah is there and waiting. You believe in you have that hope in Allah subhanahu wa ta'ala. So, we remember this verse. Tell my servants who are drowning in their sins, do not lose hope in the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. And we, you know, we touched on the story the other day. We touched on the story of the sorcerers of Fir'aun, right? Who started as big enemies of Islam, you know, supporting injustice, supporting falsehood, supporting false gods. And by the end of the day, they were dying. Invite Allah subhanahu wa ta'ala. So we don't ever lose hope in ourselves, we never lose hope in those around us. Right? May Allah subhanahu wa ta'ala make these last nights, inshallah, of forgiveness for all of us, nights of acceptance, and nights of, inshallah, liberation from the hellfire. Amen. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت
فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر خرتين ينقلب إليك البصر خاسعا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال قديم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فشحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناقبها وكلوا من رزقه وإليه النشور الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أأمنتم من في السماء أن يخشف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نقير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عدو ونفور أفمن يمشي مقبا على وجهه أحدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء مهين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حولا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم
جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا قراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك الذين يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تقية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يأبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون نظاما الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله
وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا أقسم بيوم القيامة وما أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن عليها إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن لن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدك ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يق نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى وجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم انت الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولا
الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا لا إله إلا الله. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. السلام عليكم. السلام عليكم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Okay, so Sharif did Shafir. I just did water, so we'll conclude tonight, inshallah. Alhamdulillah, 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 wa nashkuruhu wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. We thank Allah subhanahu wa ta'ala, testify that Allah alone has an associate, Prophet Muhammad, peace be upon him, as his messenger. We pray for him, his family, and his companion. So brothers and sisters, just to shake ourselves and, you know, get ready for his last 10 days. There's not much we will say tonight, inshallah. Just to encourage everybody to continue, you know, where we started from. If we can do extra for any dhikr, it's good. A dhikr do not have no space. Allah subhanahu wa ta'ala said in Surah Al-Dhikr, Surah Al-Jumma, وَذِكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Remember Allah subhanahu wa ta'ala a lot so that you may be successful. So our success is from the dhikr. The dhikr is subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. You can sit down and say that multiple times, or when you're driving, or any time you're comfortable. You eat good, you sit down, you say alhamdulillah, it's a part of dhikr. You ride in your car, you put your key in extension, so you turn the car on, alhamdulillah. You drive safely at home, you step down, alhamdulillah. You get on the bed, alhamdulillah. You step down, alhamdulillah. All this is a part of dhikr. So Prophet said, sallallahu alayhi wa sallam, he said, kalmatan khafifatan. He said, this word is too light on the tongue, but they are so heavy on your scale. So if Prophet Muhammad prays anything, alhamdulillah, we all know this is something should attract us. So we pray to Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah, we come back, we, you know, still grateful to those who will feed us every evening, take time, even though they are fast and they spend the time in the kitchen. And those who will wipe our tables and take trash out, and all those brothers stand outside, you know, watch out our properties and, you know, assist sisters and children to cross the street. And all those spend the night with me here in,
you know, give life to the masjid. May Allah bless all of you. Ameen. May Allah assist us through, inshallah. Ameen. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! All right, I'll see you guys tomorrow, inshallah. Jazakumullah khair. Assalamu alaikum. Just to shake you up. That was a spiritual Red Bull right there. Inshallah. See you guys. You are the most famous guy. Abdullah, come here. You're the most famous guy in the Gambia. Everybody asks about it. I'm the one dropping the airport. I said, you have a same thing. That's my brother. My elder brother. He lives in Memphis, Tennessee. Whoa. Yeah. I have family in Nashville. Nashville? Oh, okay. That's not a problem. I'm supposed to go there. No, the Salah was nice. You want to go? Maybe one day we'll drown it. Inshallah. That'll be good. Inshallah. We're grappling with the serum with the angel Jibril. The one came down and we. It showed him how many raka and which one. Is he man? Yeah, because the very first one, it was two raka, but in the description. Oh, and he said it was in Memphis. Okay. When you offer something as a sunnah, but it was just obligated to him. Good to see you, brother. Ramadan is gone. So learn something. Go back. Exactly. You want to go back again? Yeah, he is the most famous guy. All the Gambians are asking about. So I said next time he's going to sign autograph. So he's my best student. And he said that on the camel that he is my, you know, chef. I didn't say that, I'm just shaking you guys. Yeah, I thought you said, for those who spend the night with me here. No, I mean those who...